رجعنا مع حضراتكم. الفقرة اللي فاتت كان معانا نجم وسط نادي الأهلي، دلوقتي معانا نجم آخر في خط آخر، طبعا في خط الدفاع. منورنا ومشرفنا الكابتن الكبير أحمد السيد. أحمد، منور يا أحمد. أهلا بحضرتك يا كابتن. أهلا بيك في بيتك. طبعا وسعيد أن وجودي مع حضرتك النهاردة مع أستاذة سهام. أهلا طبعا وألف مبروك على الشكل الجديد للقناة. ده طبعا ده اللي احنا مستنينه من إدارة النادي الأهلي، يعني تطوير القناة، والحمد لله ظهرت بشكل كويس جدا يليق باسم النادي الأهلي. كابتن صوتك واطي قوي، مع ان انت يعني برضو ما شاء الله لا تختلف عن كابتن معتز. احمد عارف بيزيد. وبعدين قاعد سامع الحوار بتاع كابتن معتز وبيقول لك تحت لو لا ده في بقى، انا هقول لكم بقى على ايه الحاجات والفضائح الكبيره. انه طبعا يعني من الشخصيات لان انا بحبها طبعا. هو شخص طيب جدا ودمه خفيف جدا وعلى سجيته زي ما بيقول كده. صحيح. هو بس ما بيحاول يجود، بس بيتكلم انجليش بس، بيقعد يقرفنا شويه زي ما رمزي قال كده. ده فوليوم نو ده كانت قدامي انا. فوليوم نو دي في الطياره مع الاجنبيه. هو كان هناك، كان في فرح، كنا في زامبيا، كان في فرح وكان في بنت عامله هي معرفش دماغها بايظه ولا ايه، عماله تزعق. فهو اينو بقى نزل هو متطوع عشان احنا كان عندنا ماتش، فهو بيتكلم معاها، عمال يتكلم معاها، ولا هي فاهماه ولا هو فاهمها، هي بيتكلموا عربي وهي بيتكلموا باللغه بتاعتهم. فهو هي فالبنت هي كمان ما بتتكلمش انجليزي، هم مش فاهمين حاجه، والحوار كله داير ان ما حدش فاهم حاجه. بس هي متعصبه عليه، هي متعصبه لان يعني هو عمال يقول لها، هي عمال يعمل لها، عمال يشاور لها ويقول لها يعني بالراحه عشان تتفق. فهي ايه، فالبنت انفعلت راح مزعقه، فهو عايز يقول لها بقى ايه، مش بالصوت يعني. فبيقول لها لا فوليوم يعني بيعملها كده، قال لها مش بالصوت يعني انا ما بخافش. بقول لها فوليوم بقى، بقول لها فوليوم لا ما بخافش منه. لا نورتنا يا احمد بجد. وزي ما احنا كنا اتكلمنا مع معتز، الناس اللي دايما بتقول دمهم خفيف وكان ليهم كواليس ظريفه جدا جدا جدا، لكن على المستوى البساط الاخضر زي ما بنتكلم، اول ما بيحطوا رجلهم في الملعب بتظهر شخصيه لعيبه النادي الاهلي وبتظهر الجديه والبطوله. فكلمنا برضو يا احمد، عايزين بداياتك. احنا دايما بناخد البدايات عشان الناس تعرف طبعا نجمنا الكبير كانت بداياته عامله ازاي. كلمنا عن بداياتك عامه مع كره القدم كانت عامله ازاي. انا يعني مش كنت ناشئين الاهلي الاول، كنت ناشئين نادي النيل، وانتقلت النادي الاهلي سنه 94 وانا عندي 14 سنه من نادي النيل. كان كابتن فتحي حماشه وداني الكابتن خالد جد الله، وتدرجت من 14 سنه لسن 19 سنه. اتصعدت فريق اول، وكان طبعا ليا الشرف ان انا رحت المنتخب مع كابتن جواري، كنت مع حضرتك في البطوله بتاعه ايران. بطوله ايران كنت مع حضرتك هناك البطوله، فكنت موجود طبعا، ما لعبتش بس موجود طبعا، وكان ليا الشرف وجودي مع مجموعه طبعا نجوم استفدت منهم كتير، زي حضرتك كابتن حسام، كابتن ابراهيم، كابتن محمد يوسف. كان طبعا دي فرق جدا معايا في حياتي طبعا، ان انا شفتكم على الحقيقه، كنت بتفرج عليكم بس شفتكم على الحقيقه، شفت تعاملاتكم، شفت الخبرات بتاعتكم، شفت قد ايه انتم ممكن تحتووا ناشئ صغير، ممكن تدوا له خبراتكم، فدي فرقت معايا جدا في حياتي. وانت كمان واحد من عناصر الجيل الذهبي زي ما بنقول. بس في تقرير عاملينه عنك بشكل تفصيلي اكتر، بيتكلم عن مين احمد السيد، نشوفه من البدايه ونرجع تاني. أحد أعظم المدافعين في تاريخ القلعة الحمراء، وواحد من أكثر اللاعبين حصداً للألقاب في تاريخ المارد الأحمر، نجم النادي الأهلي السابق أحمد السيد. وأحمد السيد في الدقيقة يعني إيه؟ يعني في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة. ولد أحمد السيد في 30 من أكتوبر عام 1980، وقضى معظم مسيرته الكروية في النادي الأهلي، والتي بدأت في العام 2000. حين ظهر لأول مرة في صفوف الفريق الأول كوريث شرعي للنجم السابق سمير كمونة، حتى أنه حصل على الرقم 5 الذي ميز كمونة خلال مسيرته. أحمد السيد أحد خريجي مدرسة الناشئين في النادي الأهلي، تألق في مركز قلب الدفاع والمساك نظرا لامتلاكه مقومات هذا المركز من حيث القوة والسرعة والجدية والتركيز وإجادة ألعاب الهواء، وهو ما جعله خياراً لا غنى عنه في الخط الخلفي منذ ظهوره وحتى رحيله عن النادي.
آمن البرتغالي مانويل جوزي المدير الفني الأسطوري للمارد الأحمر بقدراته بشكل كبير، ومنحه شارة قيادة الفريق ليصبح أحد أكثر كباتن الأهلي تحقيقا للبطولات والإنجازات، إلى أن رحل عن الأهلي في مايو 2012 بعد نهاية عقده، ومع تولي حسام البدري مسؤولية تدريب الفريق في ولايته الثانية مع النادي. خلال مشواره مع الفريق حصد أحمد السيد 24 بطولة من خلال الفوز بسبعة ألقاب للدوري الممتاز وكأس مصر 4 مرات وكأس السوبر المصري 5 مرات ودوري أبطال إفريقيا 4 مرات أعوام 2001، 2005، 2006 و2008، كما فاز ببطولة السوبر الإفريقية 4 مرات أيضا. وبعد الرحيل عن القلعة الحمراء انضم أحمد السيد لصفوف تليفونات بني سويف في أغسطس عام 2012، وظل معهم لمدة موسم خاض خلاله 5 مباريات، ثم انضم لصفوف مصر المقصة من 2013 إلى 2015. كانت محطته الأخيرة رفقة الاتحاد السكندري الذي لعب له من 2015 وحتى 2017، حيث قرر اللاعب تعليق حذائه بعد خروجه من حسابات الإسباني ماكيدا المدير الفني للاتحاد السكندري بالإضافة لتكرار الإصابة، وهو ما دفعه لاتخاذ القرار الصعب باعتزال معشوقته الساحرة المستديرة في سن 36. على الصعيد الدولي توج السيد مع المنتخب بلقب كأس الأمم الإفريقية 2006 والتي احتضنتها مصر. وفي النهاية يبقى أحمد السيد نجما لامعا وحدوتة من الألقاب والإنجازات في كتاب أمجاد القلعة الحمراء. تقرير يمكن بيحكي عن البدايات عن كابتن أحمد السيد، بس أكتر حاجة ممكن تكون جذبت انتباهك وانت بتسمع التقرير في خلال مسيرتك الكروية دي يا كابتن؟ يعني اكتر حاجه جذبت انتباهي في التقرير ولا اكتر حاجه في التقرير وانت بتسمعه دلوقتي كنت منتبه قوي؟ بشكر طبعا على التقرير، بس طبعا هي اكتر حاجه في التقرير لما مشيت من النادي، يعني هي دي مع تكرار الاصابه. لا اما مشيت من النادي الاهلي عارف 2012. كان تكرار الاصابه سبب اعتزالك وانت عندك 36 طبعًا سنه؟ طبعا انا عندي اصابه من صغري، يمكن كابتن هاني يبقى عارف موضوع القرحه اللي في الركبه دي بتبقى صعبه شويه على اللعيب. جات لي وانا عندي 21 سنه وقعدت استمريت لعبت عليها لحد 15 سنه. فكانت بتاثر شويه خصوصا بعد ما سبت النادي الاهلي. الملاعب اللي بتمرن عليها بتبقى صلبه شويه ناشفه، فدي بتاثر في الركبه، فكانت الموضوع ان العضله تقبل الجيم دي كانت بتبقى صعبه جدا، فقررت ان اعتزل. لا مشوار طويل يا احمد وبطولات كتيره جدا جدا مع النادي الاهلي، واعتقد في كواليس كمان على المستوى الفني بالنسبه لمانويل جوزيه هنتكلم عليه، لان اعتقد علاقتك بمانويل جوزيه علاقه خاصه شويه وكان بيؤمن بيك بشكل كبير جدا. لكن خلينا قبل ما نوصل لمانويل جوزيه عايز اكلمك، انت لعبت على طول في مركز السيرد باك ولا يمكن انا سالت كان موجود اينو قبليك فقال لك كان بيلعب سيرد باك وبعدين في وسط الملعب، انت من اللعيبه من وانت صغير او في نادي النيل كان البوزيشن بتاعك ايه؟ انا اول ما لعبت في نادي النيل وانا صغير كان عندي 10 سنين، كان كابتن عماشة كان كنت بلعب باك رايت، يعني كان وانا صغير كنت طويل وكان عندي برجلي واسع، فكان بالنسبه لي ده حاجه كويسه. يعني انت في سن 10 سنين كان كنت طويل بالنسبه للسن، يعني ان انا حتى اما جيت اختبر في نادي النيل هم كانوا فاكرين ان انا مزور سني، لان انا طويل وشي صغير بس طويل يعني، فبداوا طب في شهاده ميلادك، فانا كده كده من سكان المانيا اللي قدام النادي، فجبت لهم شهاده الميلاد لقوا السن كويس وتاكدوا خلاص وكملت. فكابتن عماشه جه في وقت كده قال لا انا عايز اوظفك تلعب ليبرو مش مساك، ليبرو. قلت له ماشي، فقعد يعلمني مهام الليبرو ويمرني في الملعب، يعني فرق معايا شويه في التمرين بس، لحد ما رحت النادي الاهلي كابتن خالد رحمه الله قال انت يعني انت استايلك مش ليبرو انت مساك. كابتن خالد جلاله؟ كابتن خالد جلاله. اول سنه رحت الاهلي 14 سنه كنت رايح المفروض ليبرو ولعبت مساك. مين بقى اللي وداك النادي الاهلي؟ كابتن فتحي عماشه. انا كنت في نادي النيل الحمد لله كنت مسمع كويس، لان اما كنا في الناشئين كان في كل نادي كده بيبقى في لعيب مسمع، في اثنين لعيب زي دلوقتي مثلا، في لعيب مثلا في نادي مثلا النيل مسمع ملفت، يعني بنلعب مع بعض هيبدا الكلام يكتر ان مثلا في لعيب كويس في نادي النيل. فانا نادي الاتحاد العثماني اللي هو نادي مزارع دينا كلموا نادي النيل قالوا احنا عايزين يقعد معانا زي فتره معايشه كده ونشوفه. فمرنت معاهم بالظبط اسبوع، طلبوا ان هم يتعاقدوا معايا
نظام التعاقد زمان كان مقايضه، ما كانش فلوس. يعني مثلا ادوات بكور ادوات كور ادوات بالظبط. يعني الظاهر اختلاف مثلا كان على كورتين او حاجه كده مثلا، او كان كده فعلا صحيح. يعني كور ادوات بالذات في قطاع الناشئين، يعني الولاد الصغير مثلا الصفقه تبقى اوكي عندكم 50 كوره او طقمين لبس، هو بتبقى ما كانش فيه فلوس كده. ما كانش فيه فلوس خالص يعني. فطبعا كان هم مختلفين شويه، النيل كان طالب حاجات كتير ودي فرقت الحمد لله، يعني كان من عند ربنا كده ان النادي الاهلي كابتن حماشه كلم كابتن خالد جد الله. كنت انا الفتره دي بقعد اختبر كتير في الاهلي، بس نظام الاختبارات زمان كان الملعب في ملعب اللي كان في الجزيره اللي هو اللي اتعمل جنينه دلوقتي. لا مش التيتش، اللي اتعمل جنينه الفرعي الفرعي اللي ورا اللي هو اتعمل جنينه دلوقتي. كان بيبقى بيقسموا الملعب ممكن 10 ملاعب يعني اربع ارباع الملعب والربع ملعبين كمان. فاختبارات بقى بيجي من ناس من الشرقيه وناس من هنا، فطبعا كله بيبقى فكر الناس ان انا لما اخد الكره واقعد اجري بيها يبقى هو ده الصح. فكل واحد ياخد مثلا يبقى زميلي معايا في الكره زيني واخدها مني اللي هو عايز ابين ان انا كده، فما كانش بيبين اي حاجه، ما حدش بيبين. صعب يعني كان في ناس كتيره تبقى معايا بشوفها في الملعب انا ما اعرفهمش بس كويسين وبيمشوا مش عارفين يبينوا يعني. يعني انت كنت قبل كابتن عماشه كنت بتحاول انك تدخل النادي الاهلي بس طبعًا يعني ما توفقتش. طبعا هو النادي الاهلي نادي النادي النيل يعتبر اسمه الاهلي بيه زمان. ايوه صح. كان في توأمة كده ما بين النادي الاهلي يعني في سن كان اللي هو بتاع كابتن سيد عبد الحفيظ، السن ده اتلغى، الفرقه كلها ودوها نادي النيل عشان ما تروحش انديه ثانيه، وما السن السنه الجايه بتاعهم رجع راحوا رجعينهم ثاني. ايوه هو النادي بيتعامل معاهم كده. فكابتن عماشه قال لي كابتن خالد جد الله قال له اللعيب اللي انا قلت لك عليه ده رايح مزارع دينا. قال له خلاص احنا ممكن نشوفه في الملعب. رحت اول تمرين اتمرنت مع كابتن خالد وكابتن ضياء السيد، قال لي هات الورق بتاعك من اول تمرين. اول تمرين على طول، لان نزلت الملعب يعني نزلت تقسيمات تقسيمه كبيره ووقفت في مكاني عادي ولعبت. وقعدت هو قال لي انت يعني انت هتخش معانا بسرعه يعني انت كويس. ساعتها لعبت ليبرو، لعبت اول ما لعبت ليبرو هو بعدها يعني كذا تمرينه كده. لا فانا بتكلم على اول تمرين اول ما ليبرو كنت لعبت ليبرو اللي هو المركز اللي كابتن لعبت عماشه هو اللي وظفك فيه. كنت كويس فيه بس هو طبعا في واحد كان موجود في المركز ده استحاله حد يلعب عليه في مصر، هاني سعيد. هاني سعيد فاستحاله استحاله يعني. هو هاني طبعا كان في المركز ده كان اشهر واحد في مصر يعني. طبعا فقال لي لا كابتن خالد قال لي لا انا محتاجك في مركز المساك، انا عندي نقص في المركز ده. فاول ماتش كان عندنا مركز شباب امبابه، ثاني ماتش المقاولين لعبت اساسي، كان ماتش صعب جدا وعملت ماتش كويس جدا. كمساك يعني انا كنت عندي طموح ان انا العب في النادي الاهلي، فدي فرقت معايا ان انا الغل اللي كان جوه ان انا عايز العب في النادي اطلعه في الملعب. خلاني ان انا لا يعني لازم اسبق خلاص دي فرصه مش ممكن ما تجيليش تاني. صحيح ففرقت معايا جدا يعني. ده مشوارك على مستوى الناشئين. خلينا نتكلم عن النقله الاكبر يعني. انت طبعا كنت بتروح تختبر في النادي الاهلي وكنت بتلعب في نادي النيل، وبعدين كان دور كبير جدا كابتن خالد موجود انت في الناشئين، لكن النقله الاكبر من الناشئين للفريق الاول، واعتقد كان مانويل جوزيه كان ليه دور في الموضوع. لا ما كانش مانويل، كان كابتن مختار. كابتن مختار كان مانويل جيم لما انا طلعت. انا ما اعرفش بيبقى كانش ليا حظ في الفريق الاول شويه، مش عارف ليه حظ ان انا اتصعد يعني. عارف حضرتك كان بيبقى في اتنين مثلا اتنين مساكين موجودين في فرقه 19 سنه، الفريق الاول يطلب المساك الثاني مش انا، مع ان انا كنت اميز واحد في الناشئين. كابتن مختار كان على طول لما بيطلبه حد احمد السيد. ما اعرفش كان يعني يوم ما كانش فيه اعمار بيني وبين صوبل شويه مش عارف، ما كانش حبيبني كان صوبل ساعتها. مع اني لعبت يعني بعدها بشهر طلبني بالاسم ولعبت معاه ماتش اول ماتش ليا في كاس مصر معاه هو. كان سكت حديث سؤال يعني ما كانش حطك في دماغه يعني لانه طلبك في الاخر. بس يمكن دي بتبقى توازنات يعني. مش توازنات، هو انت ما تعرفش حاجه في وقتها يعني او خبرتك انت. لا ممكن قناعات هي. بص حضرتك هي ممكن وكابتن هاني عارف، ممكن مدرب يبقى يقتنع بستايل لعيب او طريقه لعبه ويجي مدرب تاني يقول لك لا انا اللعيب ده مش عاجبني. زي مثلا كابتن ايهاب جلال مثلا. كابتن ايهاب جلال ليه نوعيه لعيبه معينه لازم تلعب معاه في الدفاع بالذات، لازم يكون كورته كويسه يبدا الهجمه من ورا. ممكن يكون في حد كويس قوي لكن هو مش مناسب للكابتن ايهاب. انا كنت خلاص يعني انا فقدت الامل، وكان نادي انبي ساعتها كان لسه عايز يصعد ممتاز، وكلمه الله يرحمه كابتن صالح سليم وكابتن حسن حمدي قالوا له عايزين احمد السيد يلعب معانا يلعب عشان عايزين. وانت كنت 19 سنه؟ 19 سنه. 19 وانا خلاص بقى كان راي كابتن صالح سليم ايه؟ ما هو ما كانش عايز، بس انا اللي اصريت. كابتن صالح وكابتن طارق سليم من كابتن هاني يعرف اولاد النادي بيبقوا عزاز جدا 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 عند كابتن طارق وعند الله يرحمه وعند كابتن صلاح الله يرحمه. وانت كان قرارك ان انت من زهقت خلاص يعني. هي ممكن يعني هي الحياه فرص، ممكن فرصه ما تجيش تاني. نادي انبي نادي كبير وكانوا عارضين فلوس كويسه جدا وقتها، انا عندي 19 سنه
فعارضين فلوس كويسه جدا، وكان قعدت مع الناس الطموح عندهم كانت عاليه. انا بحب اروح نادي يبقى عنده طموح، مش عايز اروح العب في نادي لمجرد ان العب وخلاص. فخلاص فكابتن مختار قال لي خلاص انت كمل الموسم لحد اخره مع الناشئين وبعدين روح انبي. فاحنا كنا في اسكندريه في معسكر في اسكندريه، و يعني فطرنا ونازلين على الغدا لقينا كابتن مختار مش موجود وكابتن علاء عبد الصادق وكابتن طارق سليم مش موجودين. بنسال قال لك ده مسكوا الفريق الاول. مسكوا الفريق الاول؟ صعدوا في الاول. صوب المشي ساعتها كان ماتش القطن الكاميروني بعد ماتش البن الاثيوبي وخسرنا فمشوا الجهاز الفني. فانت ابتدى تاني يعني احياء الامل يعني. انا طلعت الاوضه، طلعت اوضه مريح شويه، لقيت الاداري بيكلمني انت ومحمد فضل وياسر علي وامير عبد الحميد انزلوا سافروا كده عشان تنضموا للمعسكر عشان مسافرين رومانيا. فطبعا فرحه رهيبه بقى، الواحد ماشي الدنيا بقى فرقت معايا. فرجعت القاهره اتمرنت، وكابتن مختار قال لي انا اصريت ان انت تيجي، وكلمت الناس، وكابتن طارق سليم اصر ان انت تكون موجود، واحنا عندنا ماتشات في رومانيا، انا هبدا احطك على الطريق وماليش دعوه بيك بعد كده. خلاص انت بقى وانت هتلعب كويس هتكمل، مش هتلعب مش هتكمل. طبعا انت بقى كنت ساعتها متضايق او يعني جات لك حاله شويه من الخمول كده او الاحباط، وبعدين زي كابتن مختار يعني رد لك الروح طبعًا تاني طبعا يعني. عملت ايه بقى يعني؟ كان بقى اللحظه دي وهو بيقول لك كده الميزه ان المدرب اللي هو مصعدني مقتنع بيا، يعني المدرب اللي بيحارب عشان طلعنا الفريق اول فهو مسك فريق اول ده يعني. برضو اما كابتن هاني عارف اما يكون بيتمرن مع مدرب مقتنع بامكانياته فبيحاول يطلع كل اللي عنده، غير اما يكون واحد مش مقتنع بيا وبيلعبني بس غصب عنه. فطبعا فرقت معايا. لعبت اول ماتش في رومانيا كنا بنلعب فرقه اسمها ستيوا بوخارست، وبعد كده لعبنا الاسماعيلي ماتش هناك. فطبعا انا عملت الماتشين كويسين جدا وبدات بقى الناس تتكلم عليها كويس. جينا اول ماتش لعبناه مع اتحاد عثمان في الدوري، انا فاكر الكلمه دي كابتن ياسر ريان كان دفاع الاهلي بقاله فتره ما كانش كويس، فالماتش ده كنا كويسين، كنت بلعب انا وحسام غالي وشادي. قال لك حاجه؟ قال لي انا اول مره من فتره احس ان انا عندي دفاع. كابتن ياسر ريان كان بيلعب في الماتش ده، قال لي اول مره احس ان انا في دفاع عندنا. كان مين بيلعب جنبك يا احمد؟ انا وحسام غالي وشادي. وانا وشادي يعني حسام كان بيلعب ساعتها، كان بقى تقريبا قبل يعني قبل ما يحترف. حسام احترف في 2004 رجع بيلعب ليبرو وكان كابتن هادي طلع في نص الملعب، كابتن هادي خشبه في نص الملعب، وانت وشادي وانا وشادي مساكين. كان عندهم مهاجمين كويسين جدا، فريق اتحاد عثمان كان فريق قوي وكان عندهم مهاجمين فعلا مميزين جدا. عملت ماتش كويس جدا، كان اول ماتش ليا، وبدات الناس تتكلم عليا. وبعدها بخمس ماتشات انضميت مع كابتن الجواري، كنت حضرتك موجود فيها، انضميت وسافرت السفريه بتاعت ايران الدوره الدوليه الوديه الوديه دي كنت مع حضرتك هناك موجود فيها، فدي فرقت معايا جدا يعني. وكملت اول سنه كابتن مختار، وبعد كده في نص السنه جابوا ديكسي، وبعد كده ديكسي مشي وجيت مستر. كان علاقتك ايه بديكسي؟ كويسه جدا، بيحبني جدا يعني برده فرق ألمانيا. كابتن مختار فرق معايا يعني، هو كابتن مختار طبعا اداك السبورت واداك الثقه ودخلك يعني وتقريره يعني اكيد الراجل مسك في وسط الموسم فما عندوش درايه كافيه بالفرقه. فطبعا الراجل من التعامل بتاعه انا فهمت ان كابتن مختار اتكلم عليها كويس، وانا كنت الحمد لله ماشي كويس ولعيب منتخب يعني. واخد نصيحته قدامك يعني؟ لا طبعا كابتن مختار هو يعني الحمد لله فرق معايا في حياتي. وبعد ديكسي كان في بقى مرحله جوزيه، وحققت بطولات كتيرة جدا جدا معاه يعني في الفترة ديت، ولك معاه علاقة خاصة برضو زي معتز ايه؟ طبعا هو مستر مانويل هو أول ما جه مستر مانويل هو صداقته للمصريين عنده أصحاب مصريين، فهم شخصية المصري يعني 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 ممكن كابتن هاني فاهم القصة دي، المدرب الأجنبي ما بيجي بيبقى بالنسبة له الموضوع مبهم شوية، هو مش فاهم هو الشخصية اللي قدامي دي إيه؟ يعني كابتن هاني محترف مثلا في ألمانيا أكيد أول ما راح مش عارف طبيعة شخصيه الالمان، طبيعه الانسان، طريقه التعامل اللي كنت بسمعه ان مانويل جوزيه دخل بسرعه وفهم التركيبه بالظبط بتاعت اللاعب المصري طبعا، وفهم كل حاجه، فهم اللعيبه ايه، بقى يتعامل معانا ان هو مصري، حتى بقى يتعلم الكلام المصري، بقى حد مثلا هو كان ما يحبش ابدا اما يجي يتكلم عشان يقول له مثلا اعمل كذا كذا، او مدرب بيقول كذا حد يقول له ان شاء الله، هو يقول لك ايه ان شاء الله لكن بدو يعني إيه يعني ان شاء الله بس بشتغل بقى بس ايه بيقول ايه بس اشتغل عليها يعني كلمه ايه ان شاء الله بس دو يعني افعل يعني دوت يعني دوت
لا دو دو يعني يعني اشتغل افعلها يعني اه ماشي يعني اه بعدين ما بحبش اللي هو الناس يقول لك ايه كل حاجه يقول لك المصريين حد مفهمه يعني لما حد يقول ان شاء الله كتير المصريين بيحبوا يعني ان شاء الله كانوا بيتهيطنش يعني بياخدها ليه ما حد يقول لك مثلا انت كذا طب ان شاء الله يعني بياخدها حد فاهمه ان دي يعني طبعا حاجه غلط يعني ان شاء الله احنا بنقولها في كل حاجه بس طبعا. هو خدها ان هي المشيئه يعني هو خدها ان هي حاجه ان هو ايه المصريين عم يقولوا ايه ماشي هقابلك بكره طب ان شاء الله بي يعني بي بي بيهرب من السؤال من ان هو يعني يقابله يعني فبدا يفهم المصريين كويس بدا يفهم شخصيتنا بدا حتى في التمرين اي لعيب بيبدا يميز هو بقى فاهمه والناس مفهمته ان اللعيب الكويس مين اللي بيتمرن مين اللي بيعمل فبدا فاهم كل واحد يعني يميز اللي هو يعني برضه عشان الناس تفهم الناس يميز اللي هو يعني بيحسس ان هو بيعمل مجهود كبير بس هو ما بيعملش مجهود يعني كبير في التمرين فبيميز على المدرب ان هو المدرب يبص له يحس يعني ان هو بيشتغل يعني مثلا ايه يعني مثلا يبقى هو عامل تمرين معين مان تو مان بيعمل تمرين مان تو مان كده كل اثنين بطول الملعب ففي اثنين بيلعبوا مع بعض هم الاثنين مع بعض يروحوا مظبطين مع بعض فهو يروح منادي عليهم هو بيقول لهم انا فاهمكم بيشوف معدل الجري يعني هو التمرين بتاعه كان حرب فهو يعني تمرينه قوي جدا حرب تمرين قوي حرب يعني هو يعني بجد التمرين احنا كنا بنكسر بعض في التمرين وهو بيقول لنا كده اللي مش هيتمرن كويس مش هيلعب لدرجه ان انا يعني ابو تريكا انا كان بيعمل تاكلينج قدامي اقول له ابو تريكا انت مش محتاج كده انت هتلعب انت احسن لعيب في مصر يقول لك لا هو انا لازم اتمرن كويس هو كان عنده ميزه كمان يا احمد ان هو لعيب كبير باسمه وامكانياته لكن ساعات كتير جدا كان بيوبخ اللعيبه الكبار بالذات علشان كمان اللعيب الصغير يخاف يعني كان ممكن يجي على ابو تريكا شويه يجي على بركات شويه طبعا. عشان كمان يلم المجموعه بشكل كبير ده اسلوبه اصلا ده اسلوبه ان هو بيبقى عامل جايب في كل مكان اثنين كويسين والاثنين المستوى بتاعهم متقارب يعني مثلا هتلاقي في الدفاع احمد كل السيد. مركز اثنين لعيبه كويسين رامي عادل عماد النحاس فتلاقي كل اللي موجودين اي حد يلعب بيبقى كويس فهو اللي بيلعب بيبقى عارف ان اللي بره ده مستنيه هو يقعد يقول لنا يقول لك انت هتلعب وحش اللي بره مستنيك هياخد فرصته هتبدا انت بره لحد ما ايه يجي دورك فانت على طول بتلعب غير اما يكون الاحتياطي بتاع الكابتن مستوى قليل وانت عارف ان هو قليل فكده كده بقى انا هلعب مشكلة. يعني هو يعني حصل في حاجات كتير في حراسه المرمى وحضرتك فاكر لما جه كابتن نادر السيد نفس عشان الفكره عشان كان الحضري بدا يتدلع شويه ف نفس الفكر نفس الفكر اللي هو ان انا اجيب اثنين نجوم فاللي بيلعب يشد حلو واللي بره مستني دوره يعني هو كان دي سياسته وانت لعبت في الفتره دي وحققت بطولات وصلت لكام 20 24 بطوله تقريبا 26 بطوله غلط مش عارف ايه يعني في بطوله 2012 لافريقيا وفي دوري انا قعدت فيه ماتشين احتياطي في الاول وانا صغير فاتحسبت لي وبطوله 2012 دي انا لعبت في التصفيات فاتحسبت لي 26 وبطوله مع المنتخب ف 27 وال 27 بطوله مع النادي الاهلي لا 26 مع الاهلي بطوله مع المنتخب تمام رقم خمسة طبعا رقم خمسة قول لي ايه اخبار رقم خمسة كان كمونه طبعا انا بحبه يعني الرقم ده انا من صغري انا بحبه من زمان ده يعني اول ما تصعدت كان كابتن سمير كان لسه بيلعب وده طبعا ده كابتن سمير ده انا راجل حد محترم جدا وانا بحبه يعني استفدت منه كتير فكنت بقى اول ما طلعت كنت لابس رقم 2 فطبعا اول ما كابتن سمير مشي انا قلت له حتى قلت له كابتن انت لو احترفت او مشيت انا هاخد رقم 5 هو حتى اول ما مشى حتى كان قال لكابتن عماد اليماني قال له رقم 5 ده محمود لحم 98 اعتقد سنه لما طلع من لما تركيا لما طلع من تركيا 2000 من تركيا 2000 فقال له دي لاحمد يعني هو حتى كابتن سمير كنت على طول وانا صغير اقول له مثل الاعلى على طول يعني قول الو الو حد من جيلك وبيحبك جدا ها مين امير عبد الحميد صوته برافو عليك صوته انا عارف صوت امير برافو عليك كابتن هاني امير ازيك اهلا بيك ومنورنا حبيبي امير ومسا على حضرتك وعلى التهام طبعا يعني الضيف الجميل اللي انا بحبه زي اخويا ومتربيين مع بعض كنا في سيرته النهارده والله مع محمود صالح فاول حاجه ببارك لحضرتك طبعا على البرنامج يا كابتن والقناه الله يخليك ميرسي امير دايما متالقين كده ان شاء الله ويا رب دايما النادي الاهلي دايما على طول فوق فانا سعيد جدا بالمداخله دي يا كابتن صراحه بتلعبوا ماتشات يا كابتن دلوقتي صح ساعات كده لما كتير قوي بنلعب مع بعض في نادي الاهلي لما بنساعد نروح نلعب مع نجوم طبعا الفن وكده احمد السقا او حماقي او ساعات مع بعض كلنا بنلعب مع بعض بنجمع بعض الكبار كابتن احمد حسن واحمد سيد وبلال وناس كتير نجوم الحاجات دي بتبقى بتفرق معانا ان الواحد بيبقى خلاص بعيد عن الكوره فالحاجات دي بيبقى مبسوطين واحنا متجمعين
وفي الحاجات زي دي المناسبات اللي زي دي تجمعات مهمه بس جدا. اه بس الفتره اللي فاتت دي كانت فتره صعبه، كنتوا بتعملوا ايه يعني؟ كنتوا فعلا بتتقابلوا كان ولا كنتوا بقى مشددين على نفسكم عشان اسركم ايه؟ مش في لعبه خالص. لا ما كانش لا انا مش قصدي لعبه، انا قصدي كان في مثلا تجمعات كنتوا الملل بيخليكم ان انتوا تنزلوا تشوفوا بعض يعني تلعبوا خماسي اي حاجه؟ لا ايام الكورونا طبعا كان في اجراءات وكان بيحافظوا على نفسهم. بس عايز اسالك بقى، طبعا الخماسي ميسي بيظهر في الخماسي طبعا ها؟ لا كابتن احمد، ما انا بقول لك، انا بقول لا كويس الخماسي جدا يا كابتن، مسمينه ميسي، انا عارف ميسي معناه ايه، بس احمد يعني كمان من اللعيبه المجتهده. بس قول لي في الخماسي اخبار ايه في الخماسي؟ يعني الملعب الكبير عارفينه، بس الخماسي اخبار ايه في الخماسي؟ هو احمد السيد يا كابتن موهوب اصلا حريف يعني، بيقعد والله في الخماسي كويس، بيقابل اي حد يقعد اي حد ساله والله في الخماسي كويس جدا. واحمد ما شاء الله يعني ليك قول له. طيب انت لا قول انا اقول له لا امير، انا في الخماسي امير. يقول لي كابتن هاني، بقول لك يا كابتن هاني حضرتك، احنا كنا في رحنا ماتش الاهلي السوبر لكابتن امارات وبعدين احمد لعب معانا شويه ولعب مع نادي الزمالك شويه، فلقيناه ارتاح جدا ان هو راح لعب مع نادي الزمالك. فبقول له بنقول له احمد طب انت ليه يعني ليه مع نادي الزمالك ماشي وتجيب جوال وبتاع معانا؟ قال لي اصل انتوا عندكم ناس نجوم كبيره وضغطيني ولازم نكسب، الزمالك عادي الدنيا ماشيه كويس وبتنهار ضغطني ضغط رهيب وانا بلعب فيها ضغط وكده، او عايز يبقى الدنيا يا كابتن. واكيد هو كمان عايز يحكي لكم على موقف بتاع كابتن خالد بيبو لما غير الجزمه، اكيد حكاية او هيحكيه. لا لسه اتفضل يا كابتن احمد قول لنا. اول موقف ده كان هو سبب تسميه ميسي دي. ايوه عايزين نعرف السبب. كان كابتن خالد بيبو كان بيجيب ستارز جديد، كنت انا على طول هو بيدينا لينه يعني، ففي التمرينه دي كان هو اتمرن بيه شويه وبعد كده ادوني قال لي اخد لينه شويه عشان اوجع رجلي. فجوزيه في التمرين ده بيعمل تمرين فينش على الجول اللي هو جوزيه تملي، بيحب ما بيحبش الشوط، بيحب اللي هي الار 2 بليسنج على طول. ما شاء الله احمد مميز فيها كمان. فانا بالخارجي كمان والله يا كابتن بعملها كويس بالخارجي والداخلي وجول امير واقف امير واقف والحضره يا كابتن. فانا بشمالي ويميني الكوره تجيلي ما اعرفش في ايه، زي ما يكون مثلا في حاجه فيها غريبه في المقصات كله والله. اميري واميري بص كده، فجوزيه عمال يقول ايه ده وفي الواد ده ماله في. فالمهم راح جوزيه قال لي تعالى تعالى في انت مالك النهارده في؟ قلت له لا ده انا بس لابس جزمة خالد بيبو وخالد بيبو لابس جزمتي. كل بقى كور وخالد كان بيشوط ازاي كلها في مستشفى المعلمين كلها في مستشفى المعلمين يا كابتن خالد بيبو، الشوط كلها بره عند المسجد وفي مستشفى المعلمين. فطبعا بدا يا كابتن الميزه في احمد في الماتشات اللي هي لما بيلعب ماتشات بقى في ابطال افريقيا او في الدوري الماتشات المميزه برضو من اللي اكدت بقى ان احمد يبقى اسمه ميسي، ان هو بيجي من ورا كابتن هاني حضرتك عارف طبعا البوزيشن ده، جاي من ورا بيرقص الواحد اولاني والثاني، فبلاقي الامور ماشيه معاه يقعد يرقص بيكمل ومش مصدق. لا ده عايز اقول لك حاجه، ده عايز اقول لك حاجه كمان يا امير، ده هو داخل على الاستوديو لقيته عمال يجي كده ويجي كده وقلت له ايه انت ميسي من هنا ولا ايه؟ لا احمد من اللعيبه المجتهده جدا مميزه جدا، وكان عنده دي كانت عندك دي يا احمد، انك بتلاقي مساحات فبتحاول تمشي بيها. هو بيقول لي على طول مستمر، انا ابو سكت انا مش سريع بس برجلي واسع، فالستارت بتاعي كويس يعني، لما بقرب من حد وابدا اعدي منه فانا برجلي عشان واسع فبفرق في الخطوه، ممكن هو يجيبني بعدين بس يعني بفرق معاه. فهو جوزيه كان على طول حتى يقول للمهاجمين يقول لهم ما تلاقوه جاي سيبوه، هو عارف هو يعمل ايه وانا مش عارف اصلا هعمل ايه يعني انا مش عارف انت لابس انا مش عارف اعمل ايه يعني. في مره الافلام لما المخرج يقول للبطل سيبوه يرقص واعوله وهو يرقص كده انت اقع كده، هو ما حدش يجي جنبه. بنلعب الزمالك مره كابتن، كان امير بيلعب بنلعب الزمالك مره، فانا طالع من الكوره من ناحيه الشمال كده، فمتعب بيظهر لي، احنا على طول كنا متعب بياخد الـ يعني بيقرب عشان يظهر، فانا عملت ان انا هباصي فحسيت انها اتقفلت، فانا عملت كده فلقيت الاربعه بيجروا كده وانا رايح انا والجون، فعديت اربعه في طريقه واحده بحطها بيميني كده راحت طلعت فوق يعني، حتى هي في ماتش يلا الزمالك كسبنا 3 فيه، فهي كانت ساعات بتمشي معايا كده عدي، ولعبت باك ليفت وكنت بعدي وبعمل كورسات فمشيت يعني. بتمشي هو يا امير بتمشي، الموضوع بيمشي الحمد لله بتمشي معايا يا كابتن. انا عايز بس اجاوب على السؤال اللي هو سهام قالته اللي هو بتاع اللي احنا كنا بنتجمع او بنلعب، احنا ما كناش بنتجمع خالص في وقت الكورونا كتير غير لما الدنيا فتحت شويه، وماتش السوبر ده لما كنا لعبنا قدام الاهلي مع قدام الزمالك ده كان موجود قبل الكورونا مفيش اسبوع او 10 ايام قبل ماتش السوبر. بعد كده طبعا كل واحد واحنا مسؤولين يا كابتن هاني حضرتك عارف كان ناس معروفه ومشهوره ان هم لازم مثال وقدوه للناس، فكنا مهتمين جدا ان احنا واولادنا وكل الناس اللي موجودين كل الاسر يحافظوا على كل الحاجات دي كلها وعلى الحاجات اللي هم طبعا وزاره
الصحه الاجراءات الاحترازيه كل ده كنا لازم اول ناس ملتزمين. لكن بعد كده الحمد لله يعني ابتدينا نتجمع شويه، ما الدنيا فتحت شويه ابتدينا نقعد شويه مع بعض، بس برضو كنا بنضام وكنا خايفين برضو طبعا على نفسنا وعلى اهالينا وكل طبعا حاجه طبعا. فالحمد لله ولحد دلوقتي يا كابتن لازم الاجراءات دي تكون موجوده، ولازم يعني لحد دلوقتي ما بنقولش ان الكورونا اختفت يعني، بس لازم الناس تخلي بالها، ولازم مش عشان الدنيا او الحياه ابتدت ترجع لطبيعتها واحده واحده فالناس يعني تفتكر انه خلاص الامور عادت الى طبيعتها، لا الموضوع مش كده خالص. مظبوط. وكمان احنا كمان النهارده يمكن كان اخر يوم لينا في نهايه السيزون بتاع الاكاديميه في النادي الاهلي، الحمد لله كنا يعني الناس كلها في اهتمام كبير جدا بالولاد واهتمام بالاولياء الامور ومسؤولين اللي موجودين والكباتن، الحمد لله عاملين اجراءات كويسه جدا. والنهارده كان اخر يوم في السيزون، وان شاء الله عندنا بكره كمان يعني ان شاء الله بكره عندنا يوم مهم جدا، افتتاح الاستاد الجديد بالنادي الاهلي، وان شاء الله كل الناس موجوده، وانا ان شاء الله اول الناس اللي موجوده، وكل النجوم اللي موجوده حضرتك وكابتن احمد السيد وكل الناس اللي هم مثلوا النادي الاهلي يكونوا موجودين ان شاء الله، يكون يوم كويس ويا رب كده ان شاء الله يكون وش حلو على النادي الاهلي باذن الله في البطولات اللي جايه. ومش عايز اطول عليك يا كابتن، انا سعيد جدا بالمداخله، وان شاء الله ابقى معاكم في الاستوديو بقى المره الجايه ان شاء الله. هجيب بكره يا امير، هجيب في جون فيك ان شاء الله يا امير. لا بكره هتلعبوا ماتش؟ بكره في ماتش؟ انا هلعب ماتش، هلعب معاك يا كابتن عشان ما يبهدلنيش بكره. ايوه عشان ما يجيلكش ويقعد يرقص فينا. انا شكرا يا امير، شكرا يا امير، نورتنا. امير طبعا من الناس اللي برضو يعني على المستوى الفني طبعا يعني كان هايل، وعلى المستوى الاخلاقي كمان كان قريب منك جدا. طبعا صديق امير، امير وهاني سعيد كنا احنا الثلاثه ما بنسيبش بعض واحنا صغيرين. امير من الناس اللي يعني زي الكابتن شوبير كده، يعتبر ايوب برضه، امير صبر كبير كتير جدا، قعد قبل ما بدا ويبقى اساسي قعد كتير جدا، شخص محترم كان بيتمرن بهدوء، عمره ما عمل مشاكل. امير شخصيه طول عمرها متزنه، وفعلا يعني انا من الاجوان المحترمه جدا اللي عرفتها في حياتي امير عبد الحميد يعني. يعني امير وكابتن عصام الحضري واحمد فوزي من الناس اللي كانت الاجوان الموجوده في الاهلي، وكابتن مصطفى كمال انا فعلا لعبت معاهم، كنت بتشرف ان انا لعبت معاهم. امال تجربه مصر المقاصه والاتحاد السكندري دي كانت امتى؟ بعد الاهلي. بعد الاهلي بس كانت يعني تجارب كانت عامله ازاي؟ فارقين ايه عن الاهلي؟ بس هو بيفرق بس في الدوافع يعني. الدوافع بتاعه النادي الاهلي، يمكن احنا في الناشئين النادي الاهلي، وكابتن هاني كان موجود في الناشئين، احنا بيعودونا على المكسب. فالناشئ اللي بيطلع الفريق الاول بيبقى هو خلاص واخد عنده دوافع، واخد على المكسب على طول. عكس الانديه، في واحد بيلعب في انديه الوسط بيبقى بالنسبه له الموضوع ان انا مهمتي ان انا اقعد في الدوري احقق مركز كويس، فدي طبعا الدوافع بتختلف يعني. لكن النادي الاهلي طبعا دوافع كبير. والضغوط كمان يا احمد يعني، انت بتتكلم انت رحت نادي، رحت المقصة الاول، المقصة وبعد كده المقصة. طبعا المقصة من الفرقه المحترمه مع الكابتن طارق يحيى وكابتن خالد جلال، كابتن ايهاب جلال. بتحس طبعا بالضغوط مختلفه، ان نادي المقصة نادي محترم وكل حاجه، لكن ما فيش ضغوط الجماهير اللي هو لو لعبت ماتش انت وانت ماشي في الشارع اللي هي كابتن كده مش موجوده ديت. فدي بتبقى سلاح ذو حدين، يا اما بتأدي بشكل افضل لان ما فيش عليك ضغوط، يا اما بتاخد العمليه ما هو يعني كده كده ما حدش هيكلمني. يعني قول لي تجربتك مع المقصه كانت عامله ازاي؟ سؤالك هو يمكن اداره المقصه عامه هي اللي عامله الضغط ده، موصله لعيبه ان هي لازم يبقى نادي كبير. يعني يمكن نادي المقصه نادي كبير طبعا، من ساعه ما صعد وهو بتملي بيكسب مره تعادل مع الاهلي وكسب الزمالك، فهو نادي كبير. اكيد نادي المقاصه نادي كبير، وكان عامل نتائج جيده جدا ودايما في المربع الذهبي، خصوصا السنه بتاع كابتن ايهاب جلال. كابتن ايهاب عامه من المدربين اللي بيلعبوا على طول على الدوري يعني. صحيح. يعني حتى لو يعني بيبدا الدوري بيقول لنا يا كابتن انا اللي بلعب على الدوري، اللي عايز يبقى معايا اهلا وسهلا، مش عايز يبقى معايا يمشي. فاحنا كل طموحنا يمكن اول سنه مع كابتن ايهاب خدنا رابع. اول سنه خدنا رابع مع كابتن ايهاب جلال، ده حقيقي. طبعا يعني هي اداره كويسه، نفس الكلام لنادي الاتحاد السكندري. انا اتشرفت لعب طبعا نادي كبير زي نادي الاتحاد السكندري، طموح برضو كبيره جدا. انا اشتغلت طبعا نادي الاتحاد، طبعًا نادي طبعًا دايما طموح الجماهير طبعًا عايزه تشوف سيد البلد طبعًا في افضل حاله. المشكله بتبقى في الامكانيات شويه يعني، الامكانيات يعني تملي الطموح بيبقى يعني الطموح او انت عايز توصل لمركز معين بيرتبط بالامكانيات. الامكانيات بتاعه النادي يعني النادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي بيراميدز
ليه تملي بيبقى هم التوب؟ عشان امكانيات كويسه جدا، امكانيات ماديه، بتعرف تجيب لعيبه كويسه. نادي الاتحاد نادي كويس جدا ومحترم جدا، والجماهير هناك عاشقه للكره، بس بيصطدم تملي بالامكانيات، ان انت بيبقى فيه امكانيات سواء ماديه للعيبه واللعيبه ما تخش مستحقاتها. لكن طبعا دلوقتي مع استاذ محمد مصرحي الحمد لله الدنيا اتظبطت كويس قوي. طبعا استاذ محمد مصرحي من 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 احسن رؤساء الانديه اللي مسكوا يمكن في مصر، محترم بمحب للنادي، بيصرف كويس قوي. فرقت دلوقتي مع نادي الاتحاد. مين كان مدربك ساعتها؟ انا اتمرنت اول حاجه مع مالدينوف. مالدينوف ده مدرب كويس جدا، عمل شغل كويس مع انبي تقريبا، كان طالع كان بيمرن انبي وبعدين راح مرن انبي وبعد كده مش هو جابوه، عمل شغل كويس جدا. بس يعني اتغلبنا مره من ماتش كده من الاسماعيلي، كان سوء حظ غريب، اتغلبنا 5 في استاد اسكندريه، وكان ماتش غريب جدا يعني ما اتغلبوش خالص. فالاداره طبعا اقلته، جه بعدها مدرب اسمه بونتش، ده مدرب كويس جدا بس، وبعد كده برضو عمل نتائج وحشه ومسك كابتن مختار، فضلت مع كابتن مختار بقى لحد ما اعتزلت. طب انت ما حسيتش وانت بتتكلم عن الامكانيات من شويه انك يعني غمرت لما رحت تليفونات بني سويف بعد الاهلي؟ هو كان ما كانتش مغامره بالنسبه لك يا كابتن؟ كان احسن عرض، وانا رحت عشان انا في مدرب انا بحبه كان بيمرن تليفونات بني سويف، كابتن طلعت يوسف. فكابتن طلعت من المدربين اللي عندها طموح وعايز ده حقيقي. عايز برضو عايز يكسب على طول. فبرضو دي انا لما مشيت ركزت في دي، ان انا ماشي من النادي الاهلي لازم اروح مع مدرب عنده طموح نفس طموح النادي الاهلي. والنادي تليفونات هو تابع للمصريه للاتصالات، وكان عنده نفس الدوافع برضو ان هو عايز يعمل حاجه، امكانيات كويسه جدا، جايب لعيبه كويسه جدا، كانت فرقه فعلا قويه جدا. بس مشكلتنا الموسم ده اللي احنا لعبنا الدوري اللي هو المجموعتين، فالدوري ده كان صعب يعني. انا كان في سوء توفيق، كل الماتشات يعني كانت 13 14 ماتش يعني. انا مش فاكر الدوري خلص في شهرين تقريبا. فكانت صعوبات شويه في الدوري، كان وقت برده بعد ثوره. قعدت قد ايه في تليفونات بني سويف؟ سنه واحده. سنه سنه هم حتى بعدها هم كنت ماضي 3 سنين اتكلموا معانا ان هم عايزين يقللوا العقود او اللي عايز يمشي يمشي يعني. انا قلت لهم لا. فانت اخترت انك ترحل يعني. كان المقص مكلمني يعني. المقص كان اتصل بيا كابتن طارق يحيى وقال لي انا عايزك معايا السنه الجايه، فرحلت على طول يعني. طيب عايزين نعرف بقى بعض الكواليس وخاصه في النادي الاهلي، ايه الماتشات اللي كان مانويل جوزيه انت تفتكرها كويس قوي، حاجه ما بين الشوطين حصلت او موقف عمله مانويل جوزيه ما بين الشوطين، تفتكر ماتش ايه كنتوا مثلا بتدلعوا او مش ماشيين كويس؟ عايز اعرف لما مانويل جوزيه بيتضايق او بيزعل من اداء الفرقه ردود افعاله تبقى عامله ازاي. هو بيلعب على طول على النفسيه مع اللاعب يعني، هو بيلعب على طول معاك نفسي يعني. هو دخل مره كنا بنلعب الكروم في استاد السكه، فابو تريكه ما كانش موفق الشوط الاولاني، والماتش فرقه الكروم كانت فرقه كويسه يعني. الشوط الاولاني كان هم يعتبر متسيدين الماتش يعني. كانوا افضل يعني، افضل هم كانوا يعني. احنا كان المفروض ان احنا كنا المفروض نكسب، بس احنا كنا نازلين ماتش يعني كان وحش، ضامنينه يعني، ضامنينه الماتش. ابو تريكه ما كانش موفق الماتش ده، فهو دخل بين الشوطين بالظبط كده، راح دخل جاب المترجم وقال كلام، راح المترجم ترجم الكلام بالظبط، كان يا مكان كان عندنا لعيب كويس اسمه ابو تريكه. كان هو قال كده؟ كان يا مكان كان عندنا لعيب كويس اسمه ابو تريكه، ده بين الشوطين من الاهلي والكروم. بس قال الكلمتين دول طبعا ابو تريكه طبعا العروق نفرت ووشه احمر، نزل الشوط الثاني كسبنا 4 جاب 3 اجوان. الشوط الثاني ابو تريكه جاب 3 اجوان. هو ده نوع من انواع التحفيز ان هو يعني عمل ماتش عمره يعني، هو جاب 3 اجوان، والجون الرابع بنالتي هو اللي عامله برضه. نزل كان خارج، بس هو بس كانت ممكن الكلمه دي تقضي عليه يعني، كانت ممكن تقضي على احلام اي حد او طموح. هو عارف شخصيه ابو تريكه، هو يعني انا وعماد متعب كان بيقول لنا كده، بيعاملنا زي الاطفال. انا ما بحبش حد يكلمني، انا ايه، هو ممكن ما بحبش حد يكلمني قدام حد يعني. انا ممكن ياخدني لوحدي كده مثلا يقول لي احمد انت عملت كذا كذا، بس ما تقوليش قدام حد. ايوه انا قصدي بقى لو مش الشخصيه دي يعني، كان هيبقى واقعها على اي حد. ما هو ده اللي احمد قال عليه فعلا، احمد قال ان هو عارف شخصيه كل واحد يعني. هو عارف ان احمد ما يزعلوش قدام حد، متعب ما يتكلموش قدام حد، ابو تريكه قول له قدام الناس استفزه. بركات لا بركات ده بركات ده لا بركات ده اذكى لعيب في الدنيا يعني، ما يطلعش شكله وحش. قول لي على بركات شويه. لا بركات ده لا بركات على طول في الملعب يعني، ماتش مشدود وجماهير وشماريخ، وتلاقيه جاي يروح مثلا جاي يقول لي مثلا ايه بيهزر. شفت الوقعه اللي وقع متعب يا عم احنا مشدودين احنا في ولا في ايه؟ هو كده، هو على طول كده يعني. هو شخصيته كده يعني. احنا كنا على طول بنقابل الموضوع ده في اوضه اللبس انا وهو، مستر مانويل مش عايزنا نتشد،
يعني مثلا مره لما الاقي واحد قاعد كده متوتر يجي يتكلم اقول له انت فيه هزر ويضحك. كابتن حسام البدري العكس بقى، المساعد لكابتن مستر مانويل يقول لك لا انت بتهزر، ما تهزرش، اقعد تنشن. وانا ما بعرفش تنشن والعب، يعني لازم اقعد اهزر وانزل اول ما ابدا الملعب بقى، انزل انا اول جمعه تلاقي الحواجب اتقلبت وخلاص ضرب بقى. يعني اول جمعه بيضرب فينا وفيهم يعني في الاثنين عادي مفيش مشكله. وبركات كان تركيزه ازاي قبل الماتش؟ بركات برده بركات على طول بيهزر، بركات هو انسان على طول بيهزر. بس في الملعب طبعا في الملعب بيلعب بس يعني. مثلا ايه احنا كنا على طول بنعمل كل مره عاملين حاجه اسمها لقطه المباراه، اي لاعب يعمل حاجه مثلا قلشه لقطه المباراه واحد وقع فهو يروح جاي مثلا ايه في وسط الماتش شغال كده يقول لي ايه لقطه المباراه، اقول له يقول لي متى بما وقع متى بما قلش مش عارف ابو تريكه ما عمل ايه كل الماتش كده. فطبعا هو بيخرجنا عن تركيزنا بس بركات دمه خفيف، دمه خفيف. حصل برده موقف معايا وهو في المنتخب، هو اللي حكى لي عليه حد كان قاعد جنب بركات، فكنت في معسكر منتخب كنت نازل في الاسانسير انا وياسر رضوان ومحمد عمر. فبركات قاعد كده بيقول له بص الاسانسير النازل ده كله فلوس قد ايه، ما عشان كنا كلنا هو على طول الموضوع لا بهزار طبعا، بص الاسانسير ده ربنا يستر ما يقعش، ويبص له كده ربنا يستر معاه هاني رمزي وعماره وياسر رضوان كلهم في المانيا. بس حسن دمه زي العسل، دمه خفيف جدا. بركات بس جوزيه كان بيعرف يعني بيعرف مفتاح كل واحد ازاي، هو دي كانت مهمه. بص هو مستر مانويل بيتعامل نفسيا اكتر معانا من فنيا. هو عارف يعني، هو عارف يعني انا في فتره ما كنتش بلعب فيها هو محتاجني، فهو يجي جنبي يقعد يقول لي كلمات انا فاهمه هو عايز ايه، يعني يقعد يحفزك بس بس بطريقه غير مباشره، بطريقته هو يعني بطريقه غير مباشره، يقعد يتكلم معاك مثلا في ايه واحمد فاكرين احمد اما عمل ايه، انا بفهم من طريقته ان هو عايز ايه يدعمك عايز اكتر يساعدك يعني. احمد السيد مش عارف ماتش ايه اللي كان جامد قوي فيه عايز يرجعني تاني. يعني في فتره انا كنت مصاب وهو محتاجني قبل ماتش الصفاقس هو بتاع ابو تريكه، هو محتاجني عشان انا كنت مش ما ينفعش العب، خدني معاه وقال لي احطك معايا لو احتاجتك تلعب باك ليفت في الاخر، كان جلبرتو مصاب واحمد شديد بيلعب، فقلت له ماشي بس انا مش قادر انا بقالي 4 شهور مصاب ما نزلتش تمرين، قال لي لا اتصرف ان شاء الله تعور تاني مش فارقه معايا. فقعد شغال معايا بقى يخش لي جوه وانا بعمل جلسات، يروح داخل الدكتور هاب علي يقول لي احمد السيد ده احسن لعيب عندي، ده راجل بيقعد يسخن فيا يعني بيساعدك يعني نفسيا عشان هو محتاجني. فطبعا انا بالنسبه لي اقول له لا طبعا وخلاص، انا بالنسبه لي انا بحبه فهسافر معاه، لان الدكتور منعني ان انا العب قبل شهر. بس سافرت الحمد لله ما نزلتش يعني، بس عملت له عايزه ده الماتش الصفاقسي بتاع بطريقه في الدرع الاخيره. قال لي هناخد، قال لي الماتش ده كنت احتياطي في الماتش اللي هنا، فدخل فرقه الصفاقس بعد الماتش اما تعادل 1-1 دخلوا جوه، فاحنا اوضه اللبس في الـ في الـ في الـ اللي تحت المقصوره مش اللي تحت الدرجه الثالثه في القديم القاهره في القديم، فالاوض حركه قريبه قعدوا يهيصوا بعد الماتش. فدخل راح مسلم عليهم راح بص لهم كده قال لهم ميعادنا هناك انا هاخد منكم كاس هناك. ده مانويل جوزيه دخل انا وهو انت وهو دخلت اوضه اللبس سلم عليهم سلم عليهم كده قال لهم مبروك بس انا هاخد منكم كاس هناك. كان بيتوعد يعني دي لا هو 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 يعني احسن واحد احسن واحد بيلعب على حته النفسيه على الفرقه الثانيه. يعني اما جه في 2012 الولايه الثالثه بتاعته اخر ولايه بيستضيفينه في مع كابتن شوبير، فهو بيقول له كان الزمالك فارق 12 نقطه كان مع كابتن حسام حسن، فقال لهم انا عادي جدا انا هاجي هاخد الدوري بس انا بنصح الفرق لو عايزين تكسبوا الزمالك امسكوا شيكابالا، امسكوا شيكابالا كل الماتشات اللي بعدها كل الفرق مان تو مان مع شيكابالا. قعد يلعب نفسي على الزمالك نفسي 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 لحد ما خدنا الدوري، ده كان اصعب دوري اتاخد في تاريخ الاهلي في ولايته الثالثه. ولايته الثالثه كان راجع هو مسك بعد كابتن حسام البدري، والزمالك كان متفوق جدا كان عامل اداء كويس مع كابتن حسام البدري مع كابتن حسام حسن. وهو رجع قال لك انا فرق 12 او 13 نقطه بس انا هاخد الدوري، فعلا قعد يتقرب الزمالك اتعادل هو فعلا هو صدر الضغط لنادي الزمالك. كان دايما بسمع من اللعيبه برضو يسام ان هو في ماتش من الماتشات تقريبا كسبنا 4-0 وزعق لهم وليه لازم ترجي هنا دخل الترجي هو قبل الماتش كان طريقته معانا ان فرقه الترجي فرقه قويه جدا، فقال لنا لازم نكسب الماتش ده بس ما حددش كام، فنزلنا لقينا فرقه الترجي يا كابتن في اسوأ حالتها. فرقه الترجي كانت فرقه تقيله، فدخل بعد الماتش كسبنا تاني يوم عمل اجتماع قلنا بقى هي هاي هاي كسبته كام 3-0 3-0 نتيجه كبيره قلت تاني يوم هيشكركم ابو تريكه جونين واسامه حسن. فدخل بين دخل تاني يوم عمل اجتماع
مسك الفرقه اكننا مثلا اتغلبنا. ليه؟ هو ده اداء، ده انت لازم كنت تكسبوهم سته. هو مستر مانويل في المكاسب الكبيره تملي ما بيقولش كويس، هو يقول لك اللعيب المصري قلت له كويس الماتش اللي بعده مش عليه. هو ده، هو فعلا اللعيب المصري الحقيقه كده، هي على فكره في لعيبه مصريه كده يعني، غير الكابتن هاني لعب طبعا في المانيا وعارف الاجانب الطموح عندهم والدافع بتبقى على طول لعب ماتش لازم اللي بعده يبقى كويس. في لعيب مصري يلعب انا جايب جونين يفضل عايش على الجونين دول ممكن 3 4 5 ماتشات، فالناس مش هتستحمله. فمستر مانويل على طول يبدا يحط الضغوط من تاني يوم في التمرين، من اول لحظه بعد احتفلنا امبارح ننسى. حتى الجماهير نفس الكلام، كانت نفس الحاجه يعني. الجماهير مثلا كنا نخلص ماتش خارج انا واصحابي مثلا متعشى في مكان، الاقي الجماهير الماتش الجاي بقى يا كابتن، فابدا انا افكر في ايه في الماتش الجاي هعمل ايه. بمناسبه الجماهير طبعا انت بتتكلم عن تاريخ طويل وذكريات اكتر، بس هنروح نشوف الجمهور بيتكلم ازاي عن كابتن احمد السيد، بيقول له ايه. اتفضل. احمد السيد من ناشئين النادي الاهلي وراح الاتحاد السكندري، هو مدافع قوي جدا. لا هو كمدافع بصراحه كويس، من المدافعين اللي حسبوا على النادي الاهلي من الاجيال يعني بصراحه، زي حسن حمدي، مصطفى يونس، النحاس. هو يعني بصراحه كان مدافع في الحته دي بالذات براجل. كابتن احمد السيد ده كابتن من ابناء النادي الاهلي ولعب فتره جامده في النادي الاهلي، وهو لاعب حضرتك يعني انا مش عارف اقول لسيادتك ايه، هو لاعب ممتاز يعني وجميل. ده يعني احسن، كان احسن باك في مصر معروف يعني، واحسن مساك كان بيبقى بينزل الملعب بتطمني ان مفيش حد مش هنتغرب. ده على طول يعني مش مجامله للكابتن احمد، ده احنا يعني عشنا يعني الناس دي التراث القديم بتاع النادي الاهلي او الناس اللعيبه القديمه ديت مش هتتعوض. كابتن احمد السيد ما يختلفش عليه اتنين حضرتك، ده من احسن المدافعين اللي جات الاهلي، وشخصية محترمة جدا وإنسان كويس، وله باع طويل مع النادي الأهلي في الدفاع يعني من الصخرة فعلا، زي وائل جمعة، زي ناس كتير جدا في الدفاع في النادي الأهلي لهم حسنات في الدفاع ولهم بصمة في دفاع الأهلي. كان في الدفاع كان كويس جدا، وكان يعني بيعرف ان هو يتميز على المهاجمين بكتير قوي، تمام، وكان الله أكبر عليه يعني، كان بس ما شاء الله الله أكبر يعني، كان مدافع من المدافعين زي ما بيقولوا كده بلغه الكوره الرخمين في الكوره قوي يعني، ان هو لا مش هسيب المهاجم غير اما هجيب منه الكوره، الله اكبر عليه يعني، بس ما شاء الله الله اكبر. هو لعيب كويس ومن ابناء النادي الاهلي وانا بحبه قوي جدا، وهو لعيب مميز. كابتن احمد سيد الكلام فيه كتير وعشر اجيال كتير، وطلع بعده مدافعين كتير وقبله مدافعين كتير، لكن هو مدافع من الطراز الرفيع و هو حاجه كويسه يعني في دفاع النادي الاهلي. كابتن احمد والله هو جه في جيل كويس، كان من احسن الناس اللي بتدافع، بالاضافه ان هو كان من ناشئين النادي الاهلي وطلع مع النادي الاهلي لحد ما وصل للفيرست تيم، وبعد ما وصل للفيرست تيم ادى اداء كويس وحقق انجازات مع النادي الاهلي. والله كابتن احمد السيد ده من اللعيبه اللي عملت اسم كويس في النادي الاهلي، وكان بيلعب في جيل ابو تريكه وخد بطولات كتير، ويعتبر من اللعيبه اللي جت من احسن المدافعين في النادي الاهلي، وحفر اسمه في النادي يعني لحد دلوقتي الناس فاكراه وعارفاه. احمد من خلال التقرير بتقول ان هم يعني المهاجمين كانوا بيعانوا معاك، كنت فارمهم بلغة سمعت بلغة كلمة المدافعين الرخم دي من المدافعين الرخمة؟ حاجة حلوة، هي حاجة حلوة مش مين من اللعيبة كان بيقول لك كده؟ لا كان على طول عمرو زكي. عمرو زكي على طول كان بيقول، وجمال حمزة كان يقول لك انت من المدافعين الرخمين. انا وائل يعني كان جمال حمزه طول الليل انا مش عارف اعمل ايه، اروح اجي ناحيتك تضربني، اروح ناحيه وائل تضربني، اعمل ايه مش عارف. يعني كنا فعلا ان هو مستر مانويل على طول كان بيحملنا مسؤوليه الدفاع بالذات، هو كان عنده سياسه كده يقول لك انا كده كده معايا نقطه، كسبت ما اخسرش، فانتوا اللي تشيلوا الماتش ده. كل ماتشات افريقيا بالنسبه لنا المدافعين، لان طبعا عارف حضرتك ماتشات افريقيا والحكام والتحكيم فبالنسبه لنا احنا كنا يعني الناس اللي بتقول لك التحكيم واللي بيقف مع الناس ده احنا شفنا بلاوي في افريقيا. يعني مره كنا بنلعب فرقه اسمها انيمبا كسبانين 1-0، والحكم كان كيم لي شونج، الحكم الرابع بره عشان يرفع الوقت الضايع، مش لاقيين الحكم، الجماهير بنبص الجماهير خطفان مع دمعه فوق عشان ما يرفعش الوقت، الحكم حاسب كده وقته وراح ماشي بزافي كده. الجماهير الحكام معانا بيبقى صعبه جدا، فاحنا بالنسبه لنا طبعا
يعني الماتشات في افريقيا كمدافع بيبقى العيب عليك انت، لان الفرق الافريقيه انت عارف حضرتك بتبقى هجوم مع حماس الجماهير. طب مين المهاجم اللي انت تحس او عدى عليك كم مهاجم تحس يا ده كان ماتش غلس قوي وده تعبني فعلا؟ تفتكر مين المهاجمين دول؟ كان في مهاجم بيلعب في انيمبا اسمه ستيفن وارجو، كان الاهلي بيفاوضه فتره. ستيفن وارجو كان عامل زي ميسي كده، رجليهم قواصه كده بس لعيب جامد جدا. ميسي على ميسي بقى. لا هو كان صراحه ماسكنا هناك، كان هارينا كان ماسكنا هناك، بس كنا قافلين عليه كويس. الولد لعيب كويس وبياخد الكره من نص الملعب بيعدي من اي حد. ده تعبك فعلا؟ تعبنا كلنا. او ما حدش اترقص منه، كل الفرقه اترقصت منه، بس كنا بنقفل يعني، كنا بنضيق عليه المساحات كويس. هو كان راس حربه ولا 10؟ كان بيلعب يعني بيلعب ايه يعني شادو سترايكر كده. هما بيلعبوا 9 ونص. بيجي يعني بيجي من تحت على طول، بينزل يستلم فيرود بس ينزل يستلم الكره من تحت. بس احنا كنا يعني كابتن مستر مالو كان مفهمنا كويس، لان احنا كنا بنلعب بطريقه يعني، احنا كان الناس فاكره ان احنا بنلعب 5-3-2، احنا كنا بنلعب 3، كان على طول الباكين طايرين سواء جيلبرتو او احمد فتحي. صحيح. طايرين، انا بلعب سيرد باك ناحيه الشمال وعماد النحاس في النص ووائل جمعه ناحيه اليمين، والباكين طايرين انا على طول الناس، انا بغطي على جيلبرتو ناحيه اليمين، جيلبرتو او سيد، ووائل بيغطي على احمد فتحي او بركات الثاني اللي بيلعب. كان مستر مالول عنده الاسلوب ده في التمرين، وبيعرف يوقفنا صح، وبيعرف يخلينا نقفل صح، يعرف يخلي الكره فعلا نميل كلنا ناحيه الكوره واحنا بندافع، وبيفتح الملعب كويس واحنا بنهاجم. فدي فعلا كان، لا مستر مالول ذكي جدا في التعامل مع الماتشات، وبيذاكر كويس جدا يعني. فرجنا على الماتشات ونذاكر الفرقه كويس جدا. انا كنت بنزل الماتش انا عارف المهاجم ده بيعمل ايه، بيذاكر خصمه كويس، بيذاكر يعني مبارياتهم ايه. هو كان جايب معاه واحد اسمه اوسكار بيحلل الماتشات، حتى ادائنا بيصور بكاميرا غير كاميرا التلفزيون. يعني مثلا بيصور الماتش من كاميرا التلفزيون خاصة. كاميرا خاصه لا كاميرا خاصه، بيقعد في المدرج نفسه بيقعد في استاد القاهره يصورها له مخصوص، يطلع يقعد في ابعد حته فوق ويجيب من فوق بيعمل ايه. مثلا الهجمه مثلا قدام مع متعب بيصورنا انا ورا وقال جمعه وعماد النحاس بنعمل ايه، انا بطلع ورا الهجمه بقى بضايق المساحات ولا لا. يبدا تيجي ثاني يوم مستر مانويل يروح مفرجني يقول لك احمد ده الكره دي لازم كنت تطلع ورا الكره، ما ينفعش تسيب المساحه بين نص الملعب كبيره. مانويل جوزيه مؤثر فيك قوي وفاكر له حاجات بالتفصيل طبعا، ليه ما فكرتش تدرب؟ بس انا يعني مش حابب التدريب قوي، مش عارف، انا بتضغط بسرعه، مع ان ده يعني بتضغط بسرعه حل معظم اللعيبه. بس كابتن هاني عارف التدريب اللي بتضغط بسرعه ولا التدريب يعني طبعا الانسان العصبي في اللعب. بالظبط، عصبي في اللعب، انا كنت عصبي جدا في اللعب. اللي عنده حميه بيتضغط بسرعه. يعني الواحد لما كان ماسك كابتن، لما كنت كابتن النادي الاهلي، كان الواحد حمل هم فرقه يعني، فرقه ده لبس الاكل امتى، لكن الواحد متخيل نفسه ان هو مسؤول عن 30 لعيب، وال 30 لعيب وكابتن هاني عارف كل واحد بمشكله ومسؤول عن كل حاجه وكل يوم مشكله. فطبعا دي ده حمل كبير، شد عصبي طبعا. لا الموضوع صعب، كابتن هاني عارف طبعا انه مدرب كبير. لا انا زي ما بقول، هي عمليه التدريب اولا لازم تكون دي مهنه صعبه، ولازم تكون يحباها يعني مهنه ديت لازم تكون حابه مهنه التدريب، لانها مهنه صعبه جدا. وفي نفس الوقت يعني في متعه، يعني متعه الواحد وهو بيدرب، في متعه، لكن طبعًا لازم تكون حاببها. طب يعني اتجاهك بقى فين يا احمد عشان برضو نعرف؟ انا ممكن اتجاهي بقى اداري يعني، اللي جاي اداري. اداري يعني بتفكر في في الاداري احسن. انا شايف نفسي في الاداري احسن، وان شاء الله يبقى ليا دور في اكاديميه الاهلي ان شاء الله. انا يعني مكلم مع كابتن شطه، وان شاء الله اكون موجود، كنت من قبلها مع خالد بيبو. انا حابب الاداري، لان انا بحب جو الاكاديميات، انا بحس ان انا اكتشف حد. يمكن انا اشتغلت في التسويق فتره. طب كويس. اشتغلت مع كابتن تامر النحاس فتره في التسويق، وعندي درايه بالحاجات دي يعني، في ان انا عيني كويسه على لعيب، اشوف لعيب، لان انا وكابتن تامر كنا بنكتشف لعيبه. فانا بالنسبه لي في الاكاديميات اعرف ممكن اكتشف من خلالها لعيبه، ان انا اطلع لعيبه كويسه للنادي الاهلي. ده دور مهم جدا. طبعا جداً. كويسه جدا يعني. يعني محمد صلاح جاي منين؟ المقاولين جابوا منين؟ من نجريج. يعني محمد صلاح شوف يوصل بقى من اعظم اللعيبه اللي جت في تاريخ مصر، فهي اكيد في 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 في, في المدن. أكيد في طبعا، في ناس كتيره، في الاف يعني، في ناس كتيره يا كابتن بيكلموني. يقول لي مثلا احنا عايزين نيجي نختبر، بس انا مش معايا فلوس المواصلات اجي. فالناس دي لازم، الناس دي تروح لها هناك وتتفرج عليها هناك، سواء تعمل هناك، تعمل دورات، تعمل ماتشات هناك. دي حاجه كويسه جدا، لازم يبقى الفكر ده موجود عند النادي الاهلي، هيفرق جدا. انت ما بين 100، لو ما بين 100 واحد طلعت 2 كويسين النجاح ده موجود. يا كابتن احمد، انتوا دوركم بقى ان انتوا تعملوا كده، دوركم ان انتم تروحوا للناس دي وتبصوا بعينيكم على الموهوبين فيهم. ده حصل يعني، سامي السنه اللي فاتت النادي الاهلي كان عامل اختبارات في الصعيد، وكان عامل اختبارات في قطاع بحري،
فالنادي الاهلي بدا فعلا الحته دي لان في معاناه الناس ما بتقدرش توصل للنادي الاهلي. بس احنا عندنا كتير يا كابتن يعني عندنا نزود ان شاء الله يعني نزود. مصر ما بتخلصش. والمهم كمان ان كمان انت احمد عندك عينك كويسه وعندك كمان انت قلت اشتغلت في التسويق طبعا. فالعمليه هتبقى كمان مفيده طبعا. انك على المستقبل ان شاء الله يكون وعندي كونكشن بالناس الكتير يعني عندي كونكشن باللي هم الايجنت اللي موجودين في مصر اللي هم بيكتشفوا الناشئين. طب ده كويس. دي حاجه كويسه يعني انا بيكلمني ناس كتير وجبت ناس كتير للنادي الاهلي شافوهم ولعيبه كويسه وفي ناس خدوهم يعني في لعيب في 2000 اسمه اسماعيل الليسي انا شفته اتفرجت عليه كنت بتفرج على ابن خالتي كان بيلعب في الاتصالات شفته رحت مكلم على طول النادي الاهلي وشافوه خلصوه على طول لعيب كويس جدا مواليد 2000 يعني حاجه عبد الله السعيد كده في نص فعلا. الملعب لعيب كويس 10 لعيب كبير انا شفته وكلمت كابتن علاء ميوب ساعتها قلت له يا كابتن في لعيب كويس جدا تعالى اتفرج عليه بعت كابتن حمدي ابو رادي اتفرج عليه قال له لعيب ممتاز حلو. خلصوه على طول فدي حاجه كويسه لان حضرتك لو شفت كل الناس اللي بتستضيفهم النادي الاهلي اللي هم الناس اللي هم الكبار سواء كابتن مختار سواء كابتن اي كابتن من الكبار يقول لك انا حد اكتشفني كان في ناس زمان كابتن عبد البقال والناس كشافين زمان طبعا كشافين بيعدوا في الشارع ممكن يلاقي حد بيلعب تعالى يا ابني انت طبعا بيبقى مستوى 40% بتاخده النادي انت بتبدا تشتغل بقى عليه توصله لمستوى 70 80% 90% هتبقى حاجه كويسه فدي حاجه تفيد النادي لان انا شايف ان الاعتماد على قطاع الناشئين احسن من اي حاجه انا الاولى طبعا بص كابتن هاني كان موجود في الناشئين وعارف اما انا ببقى طالع من الناشئين الاهلي عندي دوافع البطوله هلعب بيها في الفريق الاول غير اما اكون جاي من بره هاخد لي على الاقل سنتين ثلاثه عقبال ما ابدا اخد على الجو في لعيبه ممكن ما ياخدش كمان ممكن في لعيبه كتير بتبقى فندقتها متالقه بيروح النادي الاهلي او الزمالك بيقدروش عشان كده يقول لك نادي الاهلي تقيله تقيله فعلا هي كلمه تقيله مش تقيله في اللبس لا تقيلة ان فعلا الواحد بيبقى حامل هم ناس كتير جماهير في الشارع صح. بتقابلك انت لازم تكسب الماتش الجاي غير اما اكون في نادي تاني دوافعه ان انا اقعد استمر في الدوري فبالنسبه له عادي ممكن يكسب ماتش ويقعد خمس ماتشات ما يكسبش عادي ما حدش بمناسبه بقى الدوري وعوده الدوري مره تانية واستئنافه كانت اول مباراه يوم 9 شفت مستوى الاهلي ازاي مع فايلر وشايف يعني بطولة الدوري ازاي يعني هل لسه في الملعب هل اتحسمت انت اتحسمت طبعا محسوم من قبل احنا لازم نسال السؤال كده بص حضرتك هو فايلر انا شايف فيه منو الجزئيه الثاني هو عنده طموح اداؤه كويس الفرقه ماشيه معاه باداء كويس جدا بيدي كل اللعيبه دي ميزه وكابتن هاني عارفها ان انا مخلي كل اللعيبه في حاله فنيه كويسه دي بتفرق جدا غير ان في مدرب يعتمد على 11 لعيب و3 4 تاني يبدا يلعب في 15 16 لعيب وخلاص والموضوع انتهى هو بيدي كل اللعيبه يعني هتلاقي كل اللعيبه اللي موجوده لعبت بس جوزيجي وقت برضه بيعتمد على 15 بس لعيب ما كانتش الدنيا مفتوحه قوي ما كانتش يعني مفتوحه بس هم يعني كان بيعتمد على اعتقد من 14 ل 15 لعيب بس الباقيين جاهزين يا كابتن يعني الباقيين على طول في ماتشات وديه يعني مستر مانويل بيخلص الماتش تاني يوم في ماتش ودي اللي ما لعبش الماتش اللي الرسمي يلعب ماتش يلعب ماتش على طول او ينزل يلعب مع الناشئين لو في حاجه كان هو يكلم اللعيب يقول له انزل العب ماتشات مع الناشئين عشان انا ممكن احتاجك بعد كده يخش فورمه المباراه فورمه هو كان بيعامل ال 30 لعيب او ال 25 اللي موجودين بيعملهم معامله هو كده يقول له انت بالنسبه لي لعيب اساسي فاللعيب على طول انت مستعد انت دورك جاي هو على طول محفز كل اللعيبه فهو فرقت معانا ان اي حد كان بيلعب احنا في ماتش اهلي وزمالك لعبنا من غير بركات لعبنا من غير ابو تريكه وكسبنا 1-0 الجون بتاع فلافيو واحنا بنسخن بلعب انا وشادي ومحمد سمير شادي جاله كرام في السمانه خرج احمد فتحي كان الباك رايت لعب سيرد باك واحمد صديق لعب باك رايت ثلاثه اول مره يلعبوا مع بعض وعملنا ماتش كويس جدا وكسبنا ده لو هو مش موصل اللعيبه الحاله الفنيه كويسه هنتغلب بمناسبه شادي برده كان في موقف بين شادي ومحمد بركات ومش هنسيبها غير لما تحكي لا ده بره الهوا لا لازم يتحكي الكابتن هاني الحاجات ديت بره الهوا مش كابتن هاني كابتن هاني اتعامل مع شادي وعارف شادي دمه خفيف جدا وعارف شادي بس هو شادي برضه وبركات طبعا لا بركات ده ما يتوصاش يعني بركات هو كان جوزيه على طول لنا الاثنين المهرجين بتوع الفرقه احمد السيد وبركات اول ما نخش لازم 10 دقائق قبل التمرين ربع ساعه نقعد نهزر يعني هو بس كان بيحبك مانويل جوزيه هو قال كلمه مره كابتن قال كلمه انا كنت اول ما رجع انا كنتش بلعب مع كابتن صالح بدري فهو رجع هو عايز يرجعني فبيتعامل معايا نفسيا فقال لهم اللعيب عامل كلها مداخلات قال لي كابتن شوبير قال له هات احمد السيد على التليفون فاتصلت قعد يتكلم كده وقعد يتكلم قال لك الكلمه انا فعلا دمعت وبقول قال له احمد السيد ده شريك ليا في كل نجاحاتي وانا مدين ليه بالفضل الله
فأنا اللعيب الوحيد يا كابتن اللي موجود معايا من 2001 لحد 2012 ان انا في كل النجاحات معايا يعني كل الناس. حسام غالي سافر 12 سنه. طيب كابتن 12 سنه 12 سنه حسام غالي سافر من المجموعه بتاعه 2001 وشادي كان مشي والجمعه كان لسه ما جاش، فانا موجود معاه من ساعه ما جه لحد ما هو مشي من الاهلي وانا موجود مع جوزي ما خرجتش. هو الكلمه دي طبعا اثرت فيها جدا يعني كلمه طبعا حتى كابتن ساعتها هزر قال لي انا رايي بقى تاخد الكلمتين دول وتخش تنام. قلت له انا هاخد الكلمتين دول واعتزل خلاص كفايه كده مش عايز العب تاني خلاص. لا صحيح، وخاصه من مدرب كبير مانويل جوزيه طبعا عاشق وجماهير النادي الاهلي بتعشقه كمان على مستوى اي لعيب تكلمه يقول له بالرغم ان هو كان في سنه عصبيه شويه لكن كان كل اللعيبه بتحبه. ودي المعادله الصعبه اعتقد. وانت شايف ان بايلر ماشي على نفس خطوات مانويل جوزيه؟ طبعا اهم حاجه اللعيب، وحضرتك كنت مدرب، اللعيب يقتنع بالمدرب ويحبه. طول ما هو مقتنع بيه هو هينفذ له كل اللي هو عايزه. يعني هو مانويل جوزيه عمل المعادله الصعبه ان هو يخلي اللعيبه تحبه ويقنع الجماهير ويقنع الاداره، مثلث يقنع الثلاثه بشغله بقى. اي حاجه بيعملها مانويل جوزيه الناس موافقه عليه، اي حاجه بيعملها. برغم كان في، انا فاكر كان في بعض الماتشات او التغييرات بتبقى تغييرات يعني واحنا قاعدين تغييرات غريبه جدا، بقى بخمسه ساعات مهاجمين مثلا في مباراه لعب بخمسه مهاجمين. لا طب في اكتر من لعبنا انا اول جمعه فراوده. ده ماتش ايه ده؟ ماتش الهلال السوداني لعبنا الفراوده احنا الاثنين هنا. انت وائل؟ انا وائل. ده في اخر ماتش يعني قال لك اخر الماتش خلاص الماتش لازم نكسبه، كان في البطوله العربيه ولعبنا وائل ماتش الهلال السعودي في البطوله العربيه. بدا مهاجم فيرود صريح. في اكتر من كده الواحد ياخد الريسك ده؟ لا ده انا ما سمعتهاش ان وائل جمعه بدا راس حربه ماتش الهلال السوداني. الماتش ده خلص كام ست؟ تعادلنا ماتش الهلال السعودي تعادلنا 0-0 كان لازم نكسب. وماتش الهلال السوداني تعادلنا برده 0-0 في السودان. اخر ربع ساعه انا وائل جمعه مهاجمين وعاملين شغل جامد بقى يعني مين نتحرك كده ومره بقى نتحرك وعاملين نجري هنا وهنا مبوظين لعب بس كويسين يعني. هو بيلعب على يعمل ايه؟ بيخلي بيعمل طرفين ويشتغل على الكرات العرضيه. سيد كابتن سيد عبد الحفيظ والناحيه الثانيه اي حد معود. موجود سيد لا كان ساعتها محمد ابو لا لا كان سيد عبد العزيز. سيد عبد العزيز كان ده في 2001 وبيعتمد كرسات. ان هو يطلعوا كروسات وانت وائل بتلعبوا كويس بدماغكم فممكن محطه نحضر ويلعب كروسات. وكسبنا ماتش كنا بنلعب نصر حسين داي كنت انا وائل فراوده من كتر ما احنا بقينا شغالين المدافعين بتوعهم. اسامه جاب جون وكسبنا اسامه حسني. اسامه حسني جبنا جون في الدقيقه 94 المهاجمين المدافعين ماسكيننا احنا وسايبين اسامه لوحده. لا كان ذكي جدا. كان ذكي جدا ذكي بيعرف يضغط كويس على المنافس يعني نفسيا يخلي المنافس نازل فعلا خايف منك. يعني كان يقول لنا كلمه على طول يقول لك الفرقه دي عامله زي الملاكم اول ما تدي له ضربه لو سبت فوق هيضربك تاني اديله التاني على طول النوك اوت. اول ما نجيب الجون يقوم من بره شايط يقعد يهيص ويزعق عشان يجيب الجون التاني. يعني هو كده على طول على طول على طول ضغطنا من بره. الفقره دي لازم تتسجل وتترجم وتروح لجوزيه. طبعا لازم. يا رب يكون بيتفرج عليه. هو بيحبني حتى. هو يعني كان بيقول لي على طول تملي انا طول عمري بعد نفسي على الاعلام. مش عارف هو كابتن هاني اكيد عارف في لعبه كده. سمعت ليه الكلمه الافتتاحيه اللي عملها بمناسبه طبعا انا متابعه على طول طبعا. مستر مانو اللي عمل معايا حركه كنت بلعب في الاتحاد وهو كان في اسكندريه بيزور حاجه في اسكندريه. جزء من تاريخ النادي الاهلي طبعا. ده مش هيتعوض. لا طبعا مش هتعوض يعني كل المدربين اللي عملوا انجازات النادي الاهلي. صحيح. طبعا حاجه كويسه جدا. هو راح اسكندريه لقيت حد بيتصل بيا بيقول لي حد عايزك. فمستر مانو لقيته هو بيكلمني وانا بلعب في الاتحاد قال لي تعالى انا عازمك انا عايز اشوفك. اللي هو بيقول لي اللعيب الوحيد اللي جه مصر هو كان لسه كان في البرتغال الوحيد اللي كلمه جه ورحنا اكلنا سمك مع بعض وقعد يتكلم معايا وعمال يتخانق مع الناس يقول لهم اتصوروا معايا ده تاريخ وعمال يقول لهم كده فاهم يعني حد اتصور معايا بس كان اتصور معايا تحت هو ما خدش باله. فقال لها انت ما اتصورتيش مع احمد ليه بنت كده؟ قال لا ده كان احسن واحد عندي في الفرقه وبيتكلم كده. يعني هو كلمه معايا كده فانا علاقه جميله وانت كمان جميل يا احمد بصراحه وتستاهل كل خير. طبعا بنشكرك على الفقره الجميله اللي قضيتها معانا ومنور البيت الكبير وان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله زي ما انت قلت اكاديميه النادي الاهلي ان شاء الله تطلع لنا مواهب وتكون على قدر المسؤوليه دايما ان شاء الله. طبعا ده انا يعني واجب عليا طبعا انا النادي الاهلي ده من وانا صغير خيره عليا وخيره على ناس كتير استفدت منه شهره وماديا ومعنويا وكل حاجه. فدوري ان انا دلوقتي ارد الجميل للنادي الاهلي حتى لو بدون مقابل ده حاجه اعملها وانا مبسوط يعني. شرفتنا يا كابتن. شرفتنا. بكره ان شاء الله حلقه جديده في البيت الكبير. تصبحوا على الف خير. تصبحوا على خير.